الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم استقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا سمع الله لمن حمده الله أكبر الله 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 أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم رددنا لكم عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة
أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله 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 أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنت
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا الله سمع الله لمن حمده الله الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً ثم أما بعد بالأمس كنا مع نداء الله سبحانه وتعالى للمؤمنين إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وهذا النداء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون لكن لو رجعنا آيتين قبل هذا النداء العجيب لأننا سحرنا بما يسمى بحضارات الغرب وبتقدمه وما تقدم هؤلاء إلا بعد أن نامت أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإلا فانظروا للماضي
انظروا كيف كان حالنا، كانوا يتنافسون لإرسال البعثات والأولاد والطلاب إلى جامعات أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سواء في الأندلس، سواء في العراق، سواء في الشام، سواء في مصر، كانت أمة متقدمة. فلما نامت وثبوا من نومتهم، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم فأهلكت، حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. البطانة من البطن، البطانة اللي هو الكساء الداخلي للملبس، للجاكيت، للبلطو، أي حاجة بتلبسها، الذي يلي البطن مباشرة، فهو أعلم شيء بالبطن. البطانة هي الدائرة التي تلف بالحاكم، كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم إن ما من خليفة، حديث صحيح، إلا وله بطانتان، أي حاكم له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالمنكر وتحضه عليه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: والمعصوم من عصمه الله عز وجل. بطانة من دوننا، بطانة من دوننا اختلف على دوننا، من هم هؤلاء؟ أهل التفسير قالوا على المنافقين، والآخر يقول على الكافرين، وعموم الآية كل هؤلاء: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. والخبال هو الفساد والضياع، لا يألون جهدهم كي يضيعوكم، كي يفسدوكم. ودوا ما عنتم، العنت التعب والمشقة، هم يحبون لنا ذلك. ودوا أي أحبوا ما عنتم، حبوا لكم الشقاء والتعب والنصب، ليس من أجل الطاعة ومن أجل التقدم، إنها من أجل الفساد والخراب. هم ودوا ما عنتهم، لكن انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عزيز عليه ما عنتم، يعز على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه التكاليف الشرعية، 5 أوقات نصليها، وصيام وقيام وزكاة وحج وأمر بمعروف ونهي عن منكر، يعز عليه ذلك. لكن هذا وخير لنا جميعا، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا أمة محمد لا تتخذوا بطانة من دونكم، هم لا يتخذون من المؤمنين بطانة. إذا دخل واحد مسلم لا يدخل إلا بإذنهم، سواء في مجلس نواب، سواء في السيتي، سواء في أي مكان، إلا بإذنهم وفقط. وربما يضع عليه المسلمون علامة أو دائرة كبيرة لأنه فقط مسلم، وقليل ممن يلتزم. يعني قريب من حوالي أسبوع وزير داخلية أو وزيرة داخلية في إحدى دول أوروبا مسلمة، ستطبق القوانين أشد ممن كان قبله، وسيبتلى المسلمون أشد من البلاء السابق. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. والبطانة هذه هي كاتمة الأسرار، فلا تعطوهم أسراركم ولا تثقوا فيهم،
لأن هذا سيأتي يوم يطعنونكم بهذه الأسرار. ولذلك هل هناك سر في أي دولة مسلمة مخفي على الغرب؟ هناك أسرار مخفية؟ طب هناك أسرار يعلمها المسلمون عن الغرب؟ لا وربي، يروننا جميعا ماذا نفعل، ماذا نصنع. إذا لماذا نكذب القرآن ونصدق غير المسلمين؟ لماذا نقول لهم سمعا وطاعة ونقول لله سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم؟ لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. خطاب القرآن يستفز المؤمن، يستفزك إن كنت عاقل اسمع للقرآن، إن كنتم تعقلون. لماذا؟ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. الله سمع الله لمن حمده.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقضى ربك ألا تعبدوا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا سمع الله لمن حمده الله 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 أكبر الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا
ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا وزنوا بالقسط وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا سمع الله لمن حمده الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها الله سمع الله لمن حمده الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما الله سمع الله لمن حمده الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلاة الوتر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه
به فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد أكمله ولك الثناء أجمله ولك القول أبلغه ولك السلطان أقومه ولك الجلال أعظمه لك الحمد يا رب حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي سبحانك بالحق ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم أنت ربنا اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. إلهنا ظلمنا ظلما كثيرا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا عفو يا كريم يا حليم تحب
تحب العفو فاعف عنا، اللهم فاعف عنا، اللهم فاعف عنا، اللهم واجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اعتق رقابنا رقاب والدينا ومشايخنا ومن لهم حق علينا من النار، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعينا دامعا وعملا متقبلا وعملا متقبلا، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، يا فارج الهم يا كاشف الغم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك، سبحانك وبحمدك أعز الإسلام والمسلمين، أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، إلهنا من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقوا إلى كل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره، إلهنا رحماك رحماك بالمسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير. سؤال البارحة، الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة العسرة غزوة تبوك، سيدنا كعب بن مالك، بس انت ماشي كم